السلام عليكم. اليوم نتحدث عن موضوع وهو مناخر الخيل. فعندما اجتمعنا مع مجموعة متدربين سألناهم: تفضلوا، عندنا سؤال لكم. شنو السؤال؟ كم منخر في الخيل؟ أجاب أحدهم، قال: دكتور تسمح لي، أنت دائما تتحدث لنا عن مواصفات الخيل العربية وتقول المنخرين الواسعين المدورين الرقيقين الشفافين اللي تتوسع في أي مرحلة من الحركة حتى تدخل أكبر كمية من الهواء إلى الرئتين. فالجواب واضح. زين، من عنده بعد تعليق؟ والله دكتور مبينة، يعني منخرين، يعني اثنين، واحد يمنى واحد يسرى. اخواني، الجواب هو 4 مناخر. ليش 4 مناخر؟ كل جهة بيها منخرين. المنخر الجانبي اللي هو المنخر اللي نسميه المنخر الكاذب، والمنخر الكاذب اللي هو عبارة عن كيس أو قناة مغلقة، وهذه طولها حوالي على شكل يعني قمع، وطولها حوالي إنجين، إنجين ونص، وهذا السهم الأحمر يأشر لك على مدخل هذا المنخر اللي يسموه الفولس نوستريل. هذا مغلق ويعتبر منخر، وبينه وبين المنخر الصحيح اللي هو هذا، اللي هو هذا المنخر الصحيح اللي يدخل الهواء إلى الرئتين. طيب دكتور، هذا المنخر إذا مغلق وطوله 2 أو 3 إنجات، شنو فائدته؟ وبعدين شلون يعني الجدار مالته؟ هذا الجدار مالته من الداخل، يعني بينه وبين المنخر الصحيح هو غضروف، يسموه الغضروف الجناحي أو الطية الجناحية اللي تمنع انغلاق المنخر عند دخول الهواء والحركة السريعة. وأما الجدار الخارجي فهذا الجدار يكون رقيق، لكن عندما تتحرك الخيل بسرعة يمتلي بالهواء. وفائدة هذا المنخر أنه يوسع المنخر حتى يدخل أكبر كمية من الهواء، ويمنع انغلاق المنخر بل يوسعه. أما الجانب المهم اللي قد تكونون ما سامعيه هو عملة تدفئة الرئتين. في الحالات الباردة يدخل الهواء، وبما أنه مغلق فيكون دافي، من يدخل به الهواء ويتسرب إلى المنخر الحقيقي يكون دافي، لذلك ما تنصدم الرئتين بالهواء البارد. فهنا هذه عملية تدفئة للرئتين بواسطة هذا المنخر الكاذب. لذلك يجب أن نعرف أن هذا المنخر له أهمية خاصة في موضوع التدفئة، يعني جدا مهم تدفئته لهواء الذي يدخل إلى الرئتين. هنا نشوف المؤشر، هذا المنخر يكون هذه الطيل فوق، هذه اللي تقدر تدخل إصبعك وتشوف هذا المنخر تشريحيا يكون مغلق، وهذا المنخر الواسع اللي هو يفسح المجال أمام دخول الهواء وتوسعة المنخرين. إذن هناك 4 مناخر في الخيل، لكن إحنا مجازا نقول المنخرين، لأن شوفوا الظاهر
المنخر واحد وفتحة واحدة، لكن بالحقيقة هناك منخر كاذب كما أشرنا إليه، فيجب أن ما ننسى أن هناك أربعة مناخر في الخيل. شكرا. الدكتور نبيه محمد عطا متخصص بالخيل، يعلم ويتعلم. تحياتي.